صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا كوكيز حبيبات القهوة أو حبوب البن. كوكيز صغيرة كده على شكل حبيبات أو حبوب البن، طعمها قهوة، شكلها جميل، كيوت جدا، سهلة، مكوناتها بسيطة، من غير زبدة. أي حد بيحب القهوة هيتبسط منها جدا. سكرها هادي قوي ومعتدل قوي، بتحس إنه هي مفيهاش سكر، وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي، تبقوا عايزين تاكلوا منها كتير. عشاق القهوة هيتبسطوا من الفيديو ده قوي، هتعجب الصغيرين والكبار. بس قبل ما ابتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي ناديه. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه هنحتاج نص كوبايه ومعلقتين من السمنه، وعليهم نص كوبايه من الزيت، وبعد كده ضفت عليهم نص كوبايه سكر باودر او سكر بودره، ونعمتهم مع بعض كويس بالوسك. بعد كده ضفت عليهم صفار بيضايه واحده وقلبتهم مع بعض كويس، ودلوقتي ضفت عليهم معلقه كبيره من النسكافيه وعليها معلقه كبيره من الميه السخنه. لو عايزين تزودوا النسكافيه لمعلقه ونص كبيره، اوكي مفيش مشكله، يعني يا معلقه يا معلقه ونص. ضفت نسكافيه بس استنيت عليه لما برد شويه عشان خاطر البيض ما يتقليش او ما يبقاش مستوي، وضفته على الخليط بتاعي وقلبتهم مع بعض كويس. دخلت عليهم كوبايتين وربع من الدقيق العادي، وربع كوباية من النشا، ومعلقتين ونص كبار من بودرة الكاكاو الخام او الكاكاو اللي هو الاسباني او الكاكاو العضوي اللي هو الكاكاو اللي معلهوش سكر. وبعد كده قلبتهم مع بعض بالسباتولا كده لحد لما لمتهم مع بعض. هي عجينة كوكيز او عجينة بسكوت، المفروض ان هي تتلم مع بعضها وتبقى لينة. لو حسيتوا ان العجينة دي ناشفة زيادة او مشققة معاكم وانتوا بتشتغلوا فيها او وانتوا بتشكلوها، ممكن تزودوا عليها معلقة سمنة. لو حسيتوا انها ملزقة قوي، لانه كل نوع دي بيختلف شوية عن النوع التاني، ممكن تدوها رشة دقيق. دلوقتي انا هعاير الكوكيز كلها عشان تبقى نفس المقاس بمعلقه صغيره. اخدت معلقه صغيره كده، وبعد كده بكورها على شكل كره، وبعد كده بديها شكل اسطواني زي ما انتم شايفين قدامكم كده. هي المفروض يبقى ملمسها ناعم، مش مشقق ولا ناشف قوي، وفي نفس الوقت ما تبقاش ناعمه زياده او ملزقه زياده. فناخد بالنا بس ان احنا يعني نراقبها شويه. بأي سكينة أو خلة سنان أو سباتيلا أو أي حاجة، وهتضغطوا عليها من النص كده هوت لحد، يعني ضغطة بسيطة مش للآخر، يعني ما تقطعهاش، بس ضغطة بسيطة تاخد شكل حبيبات القهوة أو شكل البن. وده بيكون شكلها قبل ما ندخلها الفرن. انا بعد كده غطيتها بورق شفاف ودخلتها التلاجة لمدة نص ساعة علشان خاطر السمنة تمسك فيها، يعني الكوكيز تمسك نفسها، وبعد كده لما تستوي ما تفرش، وكلها يبقى نفس الحجم، يعني مش واحدة تفرش وواحدة تفضل ماسكة نفسها. احنا مدخلها التلاجة نص ساعة، وبعد كده دخلتها فرن على درجة حرارة 175 لمدة ربع ساعة بالظبط. وبعد ما خرجتها ما لمستهاش خالص، ممنوع نلمسها نهائيا الا لما تبرد خالص. لو لمسناها هتعلم، يعني مجرد ما هتلمسوها هتدخل لجوه. هي اول ما بتبرد وبتمسك نفسها بتبقى قوامها ممتاز، بتبقى متماسكه وبتبقى مقرمشه، وفي نفس الوقت بتدوب في البق، يعني مش اللي هي ناشفه قوي وتقرش، لا هي مقرمشه. وكمان اول ما بناكلها مع الشاي او مع القهوه بتلاقوها بتدوب كده. ده شكلها، شايفين شكلها كيوت ازاي؟ وبعدين لما بقطعها بتتقطع كده، بتتكسر يعني زي البسكوته بالظبط. تاخد من تحت الشكل ده، حاجة كده سهلة ولذيذة جدا، مش عايزة اقول لكم، هتاكلوا واحدة ورا التانية ورا التالتة لحد ما هتخلصوها. يعني الكمية دي هتخلصوها على طول في ساعتها من كتر ما هي طعمها جميل، مش هتاخد منكم اكتر من نص ساعة كده. احنا خلصنا الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد.